اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، رضى اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم أمين. تعلمون أن هذه الأيام هي أعظم أيام عند الله سبحانه وتعالى، مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وكذلك العمل الصالح فيها أعظم من الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقلنا أنه ينبغي أن ندرب قلوبنا على عبادة عظيمة، وهي عبادة تجديد النية حتى يتحقق الإخلاص في أعمالنا. وذكرنا أن اليوم الأول كان فيه نية السباق مع الحجيج حتى نصل إلى مقام علي عند الله رب العالمين. النية في اليوم الثاني كانت نية التغيير في السلوك وفي الأخلاق وفي العبادة. النية الثالثة لهذا اليوم المنصرم كانت نية التميز والاصطفاء. اليوم نية التوبة. نية التوبة هو الأصل، المفروض نبدأ بالتوبة، مش كده؟ لا، مش أصل. بدليل أنت لما تصلي ما بتجيش تصلي على طول، لازم تعمل إيه؟ تهيئ نفسك للصلاة عشان تكون اتعودت على الطاعة، فإذا اعتدت على الطاعة بيثبت عندك التوبة الحقيقية التي طالبنا الله بها في القرآن. قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة إيه؟ نصوحة. توبة نصوحة. التوبة عمل وحال، لا مجرد دعوة ولا مقال. أنا تائب صادق في توبتي في هذه الأيام. إذا صدقت مع الله سبحانه وتعالى، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التوبة تجب ما قبلها. التوبة تمسح ما قبلها. طب علامة التوبة إيه؟ صدق النية. علامة التوبة صدق النية وانتظامي في الطاعات، مثل عقارب الساعة، أحافظ على شهود الجماعة وصلوات الجماعة، أتسابق مع أهل القربات من أجل أن أقترب من جلال الله سبحانه وتعالى، وأقترب من حبيبنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنال الشفاعة يوم القيامة. التوبة هذه بتعمل عمل عجيب. إذا الإنسان انتظم في الطاعة، ربنا بيبدل سيئات وحسنات، بل ربنا يجعل الحسنات يذهبنا السيئات. كل حسنة أفعلها اليوم إذا جددت فيها النية لله عز وجل، فإن الحسنات، ربنا يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. كل ذنب أفلت مني بشهوة أو غفلة أو يعني ساعة كده هوت الإنسان سهى أو غفل فيها عن الله سبحانه وتعالى ووقع في الذنب، هذه التوبة لا ينبوها مجرد كده كلام يقول اللسان، لا، بل لابد من ندم نابع من القلب يترجم بدمع لا يراه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الدمعة هي التي تحرق آثار السيئات. لسان الحال والمقال يقول صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع السيئة يعني إذا عملت سيئة في حال الغفلة وفقت على طول، ترجع لمين؟ لمولاك سبحانه وتعالى. ابدأ في الاستغفار والندم والتوبة. الاستغفار يعمل إيه؟ يمسح. الطاعة تعمل إيه؟ تمحو السيئة التي إيه؟ التي كانت قبلها. طيب إيه اللي يعيني على كده؟ اللي يعيني على كده قيام الليل. قيام الليل مش الركعات اللي إحنا بنصليها هنا، ده اسمه تدريب، مركز تدريب اللي بنعمله ده، الترينر ولا تريننج، تريننج بالاي ان جي، صح؟ الترينر ده اللي بيصلي بينا، صح؟ مظبوط. بالاي ان جي ده اللي بيصلي بينا، ده بالاي ار. انما ايه؟ بتتدرب، بتتدرب، والتدريب ده مطلوب. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق ادم ما خلقوش على الارض، خلقه في وسط الجنه عشان يعبد ربنا بالايه؟ بالتعريف، يتدرب. الملائكه بتعمل ايه؟ بتسبح وتركع وتسجد، مش كده؟ بعدين نزلوا الارض قالوا اعبد ربك بالتكليف. يعني قدامك الطريقين اهو، طريق الخير وطريق الشر، افعل ولا تفعل. واعطيتك عقلك انت ايه؟ عندك الضابط والميزان.
مش كده؟ إذا أردت أن تعود إلى منزلك الأول إلى الجنة، اضبط ميزان عقلك وفق إيه؟ ما جاء به الشرع الحنيف في القرآن وفي السنة المطهرة. أنا عشان أستطيع أن أعود إلى الله سبحانه وتعالى وأنتظر، لا أكتفي بالفرائض فقط، لازم يكون عندي إيه؟ شرف قيام الليل. لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، بس قالوا بعدها إيه؟ واعلم أن شرف المؤمن، أن قيام الليل شرف المؤمن وعزه استغناءه عن الناس. بيسأل مين؟ إن خزائنه لا تنفد أبدا، لكن شرفي فين؟ أن أكون ساجدا راكعا لله سبحانه وتعالى. ضربنا مثال وكلكم تعرفوه، سيدنا عثمان بن عفان كان مثالا يقتدى في ذلك الأمر، كان دائما من الراكعين الساجدين لله. وكان ابن عباس إذا تلا سورة الزمر وجاء عند قول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، هذا الحال الظاهري، يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا سره، هذا ما في باطنه، لا يطلع عليه أحد. ربما أشوف واحد كده أراه خاشع في الشكل، لكن تلاقي صلاته بتلعن. إنما ربنا اللي بيعرف خبايا الضمائر والسرائر، قال ده هو بيحضر، هو بيفعل هذا رجاء أن يعافيه الله من النار ويدخله الله الإيه؟ الجنة. يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ربنا يقول بعدها: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ثم ختمها: إنما يتذكر مين؟ قل ألبت أصحاب العقول النيرة. ما هو الذكي فينا اللي بيعمل لما بعد الموت، الشاطر فينا اللي بيزرع زرع طيب عشان يوم الحصاد يكون من السعداء، يكون من السعداء. علماءنا كانوا كذلك، كانوا من أهل القيام دائما. سيدنا أبو حنيفة رحمة الله عليه ورضي الله عنه كان بيصلي دائما في بيته، ويوما ما أراد أن يصلي في المسجد، فعامل المسجد عايز يطفي السراج زي ما بيحصل معانا كده، يقول لك يلا بالشراب، عايز طفي النور يقول لك روح. فقال له: طب دعني وانا ساطفي المصباح واغلق الباب خلفي. ذهب صاحبنا ورجع قبيل الفجر بساعه كده لكي يركع ركعات عامل المسجد. فكان ابو حنيفه في هذا الوقت قابض على لحيته وهو يصلي، قابض على اللحيه بتاعته وهو بيصلي وبيقرا في سوره الزلزال، واقف على آية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ويبكي حتى ابتلت لحيته وابتلت الأرض من تحت. يعني معنى كده أن كان طوال العمل يعمل إيه؟ بيبكي ندما وعودة إلى مين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. تعال نطبق قيام الليل على آية فاطر اللي ذكرناها في السباق. ربنا قال في القرآن الكريم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. ظالم لنفسه ده بيعمل ايه؟ ما بيصليش قيام الليل. بس خد بالك، قيام الليل لو انت ما بتصليش قيام الليل اعرف ان ربنا مش عايزك. اوعى تفكر ان دي شطاره منك، لا والله مش عايزك. سفيان الثوري قال: حرمني الله قيام الليل من ذنب فعلته 4 أشهر. 4 شهور من ذنب فعل، ذنب واحد. هو لو عايزك هيدومك ويخليك تقف تتملق إليه بإنعامه وتذكره بآلائه وصفاته العلى سبحانه وتعالى، لكن لو مش عايز أقول له اقعدوا مع الخالف، اقعدوا مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، خلاص خليك نايم. ده كمان الظالم لنفسه بيجور على الفريضة، بيصليش الفجر كمان، بيضيع صلاة الإيه؟ صلاة الفجر. طب والثاني: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفين. طبعا مش منهم إحنا، إن شاء الله إن شاء الله مش منهم، منهم ظالم لنفسه، 2 منهم مقتصر بيصلي القيام قبل أن ينام، بيقوم له كم يوم كده، ويوم يقوم ويقوم ما يقومش، وإذا قام بيقوم بالقليل، وإن كان القليل فيه خير. صلى الله عليه وسلم يقول: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. 10 آيات، هي الفتحة كم آية؟ وقل الله أحد كم آية؟ 3 يا راجل، قل الله واحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كام؟ 4، يبقى كام؟ 11.
يعني لو صليت بس ركعتين بالفتحة وقل الله أحد يبقى 22 ركعة، لا 22 آية لم تكتب من الغافلين، بس كل يوم طب وإذا نام عليه ممكن يقضي ذلك ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. لكن احنا اتفقنا ان النية الاولى من اول يوم هي نية عقد السباق مع مين؟ مع الحجيج. ربنا قال ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. كن انت سابق بالخيرات ان شاء الله. سابق بالخيرات ده بيعمل ايه بقى؟ بيقوم كل ليلة من ليالي العشر. كل ليلة من ليالي العشر. سعيد بن جبير كان اذا دخل العشر كان يجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، وقال لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر، يعني أنيروا قلوبكم بالقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. موسم تنور قلبك بالطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى. أفضل الأوقات في قيام الليل هو وقت السحر، مش كده؟ وقت السحر ده أفضل الأوقات. صلى الله عليه وسلم قال أفضل القيام ما كان بعد النوم. القيام تسمى قيام عشان طول القراءة، وتسمى تهجد لأن انت بتنام ثم ايه؟ ثم تقوم بتجف النوم، تترك النوم وتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. القيام عبادة خفية. لو ربنا رزقك وصليت ركعتين بالليل ما تحكيش لحد ولا لنفسك حتى. ولا لنفسك. لأن العبادة الخفية لها أثر عظيم جدا. عبادة السر تفضل عبادة العلانية بسبعين درجة. عبادة السر، شوف عبادة القلب أثقل في الميزان من عبادة الجوارح، وعبادة السر بتفضل عبادة العلانية بسبعين درجة. طب وبيعمل إيه بقى في الليالي دي؟ نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم قالها، مش هتكين بقى بعشرة بس، بعشر آيات. يقول صلى الله عليه وسلم من قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ايه المقنطرين دول؟ يعني اللي بيتصدق تصدق يعني لا عدد له ولا حصر له. طب انا ازاي هنعمل كده؟ بجزء عام وجزء الملك وسوره التحريم فيهم اكثر من 1000 ايه. جربها في العشر ايام دول، جربها في العشر ايام تقوم ممكن تمسك المصحف في السنن، يجوز تمسك المصحف وتقرا منه، يجوز هذا جائز. ده أمر مهم جدا، أمر مهم جدا. استعن على نية التوبة بالانتظام في الطاعة كعقارب الساعة في الفرائض، ثم لا بد أن يكون لك حظ ونصيب في قيام الليل في وقت السحر. وكذلك السنة المهجورة التي تعينك على ذلك، لأن أعمال السنة بتنور القلوب. نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فلرب مبلغ أوعى الإنسان. أهل الحديث تجد في وجههم نور من كثرة إيه؟ تردادهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجاء كمان الأجر لما تأوي إلى فراشك، يقول صلى الله عليه وسلم أنت نعم مشكلة؟ هتقول كده الكلام ده، تقول الحمد لله الذي كفاني وآواني. هتقول إيه؟ الحمد لله الذي كفاني وآواني. الحمد لله الذي كفاني كمان مرة. الحمد لله الذي كفاني وآواني. الحمد لله الذي كفاني وآواني. الحمد لله الذي أطعمني وسقاني. 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 طب تعال عيدهم الاثنين. الحمد لله الذي كفاني والحمد لله الذي أطعمني وسقاني. الحمد لله الذي من علي وأفضل. الحمد لله الذي من علي وأفضل. الحمد لله الذي من علي وأفضل. نقولها على بعضها. الحمد لله الذي كفاني وأواني. الحمد لله الذي أطعمني وسقاني. الحمد لله الذي من علي وأفضل. يقول صلى الله عليه وسلم، تقول بعديها إيه بقى؟ تقول اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار. اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار. يقول صلى الله عليه وسلم فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم.
كل الناس هتقول ايه بقى تاني؟ الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أقامني وسقاني، الحمد لله الذي من علي وأفضل. وبعدين تدعي اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار.